على شمس الهدى أزكى سلام نبينا المصطفى خير البرية. صلاة على النبي هي مرام وأحلى شيء يجن القلب هي. إلهي يا مجيب اشرح لي صدري وزدني بالرضا وارضى عليا بحق اللي الحجر سبح في ايده نبينا الزناب الطلعة البغية. لكنه في العطايا عطل كفاية. أبوكم كان ساري نوب الكواس لكنه في العطايا عطل كفاية. بزكي على الفاقر ويفك عسر كريم الطبع طيب للنهاية. فتح له مضيافة للغرب منسى وفيها كل أصناف العطايا. فتح له مضيافة للغرب منسى وفيها كل أصناف العطايا وفيها كل أصناف العطايا. طبعا لكل مقام مقام. احنا في ليلة فرح والفرح بيختلف عن المناسبة الدينية. يعني اختلاف ايه؟ مش اختلاف من حيث الايه المبدأ، لا، يعني بيبقى يضفى اليه كده شيء يعني الناس تحس بانه فرح. فاحنا من خلال الوصفة الاولى هنعيش في مناسبة، احنا دلوقتي المناسبة احنا فيها حاليا اللي هي رجوع الحجاج من عند الحبيب النجم. فطبعا هنشوف قصة حاجج او راجل كان راجل تقي، وايه عنوان القصة اسمها الكريم لا يضام. ايه بقى قصة الكريم لا يضام؟ بالبلد كده علشان الناس ايه تاخد بالها من القصة. او راجل يعني غني ربنا عطيه صار، ولكن الراجل ماشي على مبدأ حلو قوي، يصلي العشاء يجي قافل القصر الحلو ده وعليه هو واولاده، ممنوع اي ولد يطلع ابدا بعد صلاه العشاء ولازم كله ينام. مش الراجل بخيل ابدا، ده انت هتشوف انه كريم قوي لكن عاوز يربي اولاده على الاخلاق عشان ما ينحرفوش لما يطلعوا بره. اصبحنا واصبح الملك لله، دي كلمته الصبح ساعه ما يجي المغرب وصلي العشاء يقول امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا اله الا هو اليه المصير. يقعد يا باهي لو قتلت اولاد باهي وحكيم وامير ولغ بنت في منتهى الاخلاق اسمها دره. يقعد يا باهي يا حكيم يا امير يا دره صليت العشاء يا اولاد. العيال بقى الصبيان هرشوا في قفاهم كده دليل على انهم ما صلوش العشاء. ايه يا اولاد انتوا ساكتين كده ليه؟ صليتوا العشاء؟ ما هو يابا الليل كله عشاء. يا سلام الليل كله عشاء ازاي؟ ما كانش ربنا قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله صدق الله العظيم. ومصلي العشاء، صليت العشاء يا دره؟ قلت نعم يا ابي. الله يكرمك يا بنتي. وصلي العشاء عاوزين يتسربوا، قال لهم رايحين فين؟ انتوا مش هتطلعوا. انا هقول لكم حديث حلو اسليكم، حكايه جميله تفرحكم. الليله هنبدا سهرتنا بحديث قدسي اقوله وهشرحه حته حته. الحديث يقول الفقراء عيالي والأغنياء وكلائي، فإذا دخل وكلائي على عيالي أدخلتهم النار ولا أبالي. يا أولاد الكرم ده شيء مطلوب، ده عمال بقى يقول لأولاده لسه بقى عاوز يشرح في الحديث خبط الباب. الله الباب بيخبط. Thank you.
في القصر جالس وجد ساعي الجناك على الباب دمعه على الخد من فرط الألم انساب بيقول يا واحد أحد يا فاتح الأبواب أنا مالي غيرك سند افتح لي عندك باب قال له تعالى أخينا قرب يا ضيف الله ده الرزق راح يغمرك من أوسع الأبواب. شوف مين اللي بيخبط يا باشا، وراح باقي يشوف مين اللي بيخبط. مين؟ لقى شاب وسيم، شاب شكله جميل قوي انما سطرين دموع نازل على خده. عاوز ايه يا جدع؟ وعم الشيخ مسعود هنا؟ لا مش هنا، كل واحد الشيخ مسعود، كل الشيخ مسعود دخل زينة عنا كده، كل واحد عاوز ياخد منها. يا شيخ روح. أثار الشيخ مسعود سمع الحوار، قال له مين يا ولا اللي بيسأل عليا وانت بتنكرني منه؟ يا ابني ده لسه قايل لك دلوقتي الفقراء عيالي والاغنياء وكلائي. اندعوا له يا ولا. واول ما جه وقف بكى. بتبكي ليه يا ولد؟ قال له يا عمي الشيخ مسعود انا رب اسره مكونه من ام وثلاث اخوات بنات، انا عائل الاسره الوحيد، راس مالي 50 دينار، امشي من كفر المنشي لكفر خض للشبرة، واللي يجود بيه ربنا اخر النهار بقسمه بينهم، ومثلي في الحياة القناعة كنز لا يفنى. امبارح صليت الفجر حاضر ومشيت، طلعوا علي اولاد الحلال جردوني من المبلغ اللي انا بتاجر بيه، وعمري ما مديت ايدي للسؤال. عزة نفسي منعاني من اني اسأل الناس. النهار عدى وانا ما روحتش لامي واخواتي اللي بينتظروا الطعام. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني ضع منك 50 دينار. اتفضل يا ابني. 10 20 70 100. ونعوزت تاني؟ الخير كتير يا حبيبي والنعم ياما، وفاعل الخير يزيد الخير عليك ياما، والدنيا دي مهما كانت حلوة بسامة، اوعى تآمن لغدامك رغى ياما، واكسب رضا ربنا تنعم بغفرانه، وفي جنة الخلد حتلاقي النعيم. يابا ايه يابا؟ وكل ما واحد يجي يقول لك اي حكاية تديله. انت زعلان يا باجي؟ ايوه زعلان. وانت يا حكيم؟ طبعا زعلان. وانت يا امير؟ ايوه زعلان. وانت يا درة زعلانة زيهم؟ لا يا أبي، قل كل من عند الله. حضرتكم زعلانين ليه؟ خايفين المال يخس يخس. طب ده لو خس مالي قلل منه بيكفيني، ونعز مالي رضا ربي بيرضيني، حامد في عسري وشاكر لما يعطيني، وكفاية انه لباب الخير غديني، ومدام دلعبه ماليش ابخل وداريخة، وان جت بيغا سوا ابغى في يوم يلاقيني. قليل منه بيكفيني،
ونعز مالي رضا ربي بيرضيني حامد في عسري وشاكر لما يعطيني وكفاية انه لباب الخير جاديني ومدام دنعمه مالش ابخل ودريجة وان جدت بينا ثوابا في يوم يلاقيني تركهم بعد ما للكلام ده ونام شاف النبي في منامه جاله وتركهم بعد ما للكلام ده ونام شاف النبي في منامه جاله وقال له يا كريم بالجنة أبشر أغناك عند الكريم تحظى بظلاله وصحى منهم سعيد فرحا وجاي في حب المصطفى عاشي جماله وتنسوا بالعجل غدر اللي ست درة يا ست درة الحجاج جم البسوا طرحتك البيضة وروحوا زغردي لابوكي زغردة حلوة يا سلام يابا السنتين دول الله يكرمك كأنهم يابا 20 سنة أما روح لابوي الله الجمال كلها عدت بس فين جمل أبويا الشيخ مسعود مش معاه يا عم الحاج عبد العاطي ما شفتش ابويا لا حول ولا قوة الا بالله لا يا بنتي الناس يبصوا لبعض ويصعبوا ولا انت يا عم الحاج محمود ولا لي ولا انت يا عم الحاج علي ولا لي الله امال راح فين ابويا ما بتردش ليه طول غياب يا ولد غياب طول غياب وكان موعد حضور فات ولما سالت عليه بنته قالوا الجابات بكت والد ماليش في الامر ده حيلة والامر كله اليك يا رافع السماوات
وكان موعد حضوره فات. ولما سالت عليه بنته قالوا لك مات. بكت وقالت ماليش في الأمر ده حيلة، والأمر كله إليك يا رافع السماوات. أبو يا شيخ مسعود مات؟ لا، هيفضل عايش بأعماله. أنا حكم بداد همسح دموع المساكين زي أبوي، هعمر المساجد زي أبوي، هأدي الزكاة زي أبوي، أفتح المضيفة زي أبوي بحق المصطفى. لو في بيوعد وأنف مالي في طرق العباد بجاه المصطفى، لو في بيوعد وأنف مالي في طرق العباد، ولو جاني فاقر لابد بمال وخلي الكل في غاية السعادة. كمثل أبو خامة بترد سائل، وراح الدرة من أموال غطاطي كمثل أبو خامة بترد سائل، وعارض غامر وحكم وباكي وقالوا لي كده دافع لباقي. كده ليه يا درة بتعطي بالسخا كده ليه يا درة بتعطي بالسخا كده ليه يا درة؟ بلاش المضيافة وكفى ما غزل عليكم بالعجل، ردت وقالت حرام يا جاحد اللي تمنعوني، أنا في مالي يا إخوات حرة ولك بام الثواب راح تحرموني، أنا في مالي يا إخوات حرة ولك بام الثواب راح تحرموني، ولك بام الثواب راح تحرموني، ولك بام الثواب راح تحرموني. طمعوا في ملغى وقالوا لي روح بره، والبنت عماله تقول لنا النغى في ملكها حره. يا سلام، لا لابد تبعد اوام عن ملكنا دره. يا رجاله البنت دي بعدها عنا يسلمنا، والمال بتاعها اللي هتضيعه على الفقراء والمساكين احنا اولى بيه. فقراء يا ضحين النهارده ومتن بكره، ايه وانا مالي؟ ربنا خليهم يتكفل بيهم يا اخي، ده كلام الجهلاء يا حلاوه مش كلامي انا. او ان كنت جاهل برضه يعني لسه لما ايه لما احظى من العلم قدر ما اريد، لكن هم جهلاء بقى ايه جهل مركب. الجهل المركب ده بقى ان هم مش عارفين انهم مخطئين وبفكروا ايه يعني جاهلين انهم مخطئين. صاحبنا بقى انهم جايبين ايه عاملين مؤامره بقى ومؤتمر المائده المستديره بينهم وبين بعض الثلاثه، واتفقوا على انهم في راجل مجرم قاتل اسمه ابو العربان، قالوا ان احنا نخلوه في الجنينه بتاعتنا ونبعت معروف الخدام، الخدام بتاع داغي يروح يخبط على در اختنا بالليل. هتسال معروف مالك؟ تقول لهم يقول لها يا ستي سيدي باغي وجدته في الوادي الاخضر وعديته عليه لكنه مجروح وتعالي وياي شوفيه. مجرد ما قال لها اللفظ ده هتبص تلاقيها تيجي على طول انها بتحب باغي في اللحظه دي
هيحصل شيء يقتلها ابو الغربان ويدفنها في اي مكان، والبلد نقعد نصبح الصبح ندور عليها اختنا راحت فين، ونقسم التركه بتاعتها بيننا احنا الثلاثه، ودبروا الامر فيما بينهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. وكانت الفتاة كما عودها أبوها دائما تستيقظ من نومها قبيل الفجر بلحظات، تتهجد وتناجي ربها، وفي الليلة دي لسه يدوب صحية من النوم سمعت اللي بيخبط على الباب، كان بتقول ايه؟ يا رب اكرم اخواتي، شايف القلب الطيب، يا رب طول في عمرهم ما تحرمنيش منكم. مين؟ افتحوا يا ست درة انا معروف. الله، معروف بعيط في بقى يا اخويا، حصل له حاجة معروف؟ قول اتكلم، حصل ايه؟ قال لها ايوه اتقول. قال لها سيدي باغي وجدته في الوادي الاخضر والعباية بتاعته عليه لكنه مجروح، وتعالي ويايا شوفيه. بكت ساعتها وحن القلب علشانه، قالت اخويا يهون العمر علشانه ساكن في قلبي. الله الله يا حلاوه. بكت 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 ساعتها وحن القلب علشانه، قالت اخويا يهون العمر 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 علشانه ساكن في قلبي ولا انسان في مكانه. اوعد يا معروف او موديني لمكانه، اطمن القلب واشوفه جراله ايه، وبروح يفديه وبيع الغالي علشانه. معروف قال اسعي وطل عليك، ترك معروف قال اسعي وطل عليك، وسط الجنينة لك تحت الشجر تلاقيك، ترك معروف قال اسعي وطل عليك، وسط الجنينة هناك تحت الشجر تلاقيك، راحت بسرعة تدور في الجنينة عليه، كشفت عبيته راته شخص تاني غريب 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 غريب.
قمر فؤال اسعي وطل عليك وسط الجنينة هناك تحت الشجر تلاقيك راحت بسرعة كشفت عبيته راته شخص تاني غريب 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 شافت عامل خطر والغدر باب في عينيه الغدر بان في عينيه الغدر بان في عينيه باي اخوي سلامتك انا مش باهي انا ابو العربان بطل الجتلة عايز مني ايه ابو العربان اللي بيكفي العوض منك ايه تحب تعرفي خد بالك الايمان ده هنا يتجلى الايمان اسمع شوف القوه شوف القوه اللي كامله في صدرها بيقول لك ايه اشهر سلاح وقال من يمنعك مني اشهر سلاح وقال من يمنعك مني سلاح وقال يا ربي بحق الزين ارحمني وسال دمعه على الخدين وقال يا ربي بجاه الزين ارحمني شوف هيقول ايه يا الهي امحي ذنبي انت بتعيط انت بتعيط
ده انت معاك سلاح. قال لها السلاح اللي معاك طلع اقوى من السلاح اللي معايا. انا معايا سلاح الغد، انا معايا سلاح الغد، وانت معاك سلاح الايمان بالله، وسلاح الايمان اقوى. اتركيني لسبيلي، انا خلاص تبت على ايديك، تبت على ايديك. انت طب كنت عاوز تقتلني ليه؟ انا عملت معاك حاجه زعلتك؟ انت شفتني قبل كده؟ قال لغا لا. قالت انا زعلتك قبل كده؟ قال لغا لا. قالت طيب امال كنت عاوز تقتلني ليه؟ قال لها اخواتك الثلاثه باغي وحكيم وامير عاوزين يقتلوكي علشان تقفلي المضيفه، علشان ياخدوا المال بتاعك. باغي امير حكيم اخواتي اللي بعزهم عايزين يقتلوني عشان ايه؟ عشان المال. السلام يا رب. المال يمحو الطبيعه الحلوه، يكرغ الاخ في اخته. عشان المال اقول ايه؟ اقول ايه؟ هقول ما لي سواك حد اشكي له ضنا قلبي غيرك انت يا عالم الاسرار. يا ربي جرحوني اكلي وسابوا الجرح انت يا عالم الاسرار. يا ربي جرحوني اكلي وسابوا الجرح في قلبي. وان كان على المال انا اغرب واسيب المال، وانت نصيب ولا لسواك. يا ربي انا ارحل واسيب المال عشان بدل من اجله صبح ميكرهوني. انا ارحل واسيب المال عشان بدل من اجله صبح ميكرهوني. في اي بلد اعيش وحدي غريبة، ولو طال الشقا اصبر عيني. في ظل سبيلي جنبه خصر
من بلد لبلد وشافي قد غنم لي قرب الفجر لم غاب صاحب العصر الطريق سنا من جو صحى غب غداوة وشكرت غميته وعجب غدو لكنه اشكي لحالك حكت له امراها ودموعها سالت اخد غاب العجل في القصر عن وقال يا مرحبا ردت ويالي اخد غاب العجل في القصر عنده وقال يا مرحبا ردت ويالي عليك الخير ربك راح يزين في كاسك بالكرب يا شك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر فاتك بالكرم يا شك ميبالي في كاسك بالكرب يا شك ميبالي في كاسك بالكرب يا شك ميبالي في كاسك بالكرب وضن قلبي غيرك انت يا عالم الاسرار يا رب حق حق شيخ لقيت ان شاء الله حق جرحوني اغلي وسابوا الجرح في قلبي سلفل حق حق وان كان على المال انا امشي واسيب المال وانت نصيري ولا لسواك يا ربي ورحلت من بلد لبلد وشافت مرار الغربة والحرمان الليالي ومن كتر التعب وهي ماشية من بلد لبلد اسمع بقى الحتة الحساسة دي وصل على النبي يريد السميع العليم انها تتوقف عند قصر بس يا عبد القصر ده صورة طبق الاصل من قصر ابوها كأن المهندس اللي بنى القصرين واحد القصر فكر ضر بالذكريات الجميلة لما كان الشيخ مسعود بيجمعهم وكانوا بيقعدوا يتدرسوا مع بعض الأحاديث والآيات القرآنية بكت وهنا في الحته دي بقى قعدت تبكي وتفتكر الذكريات فغلب عليها النوم من رحمه ربنا بيها غلب عليها النوم فنامت من العصر الى ان اقترب الفجر صاحب القصر شاب متوسط العمر وهذا الشاب دائما متعود انه يصلي صلاه الفجر حاضر في المسجد مهما يكون الجو وتقلبات الجو بس يا شطر
بنتي بس يا بنتي صلى على النبي. وشويه قايم صاحب العصر يصلي ومعاه الخدام بتاعه اسمه عثمان خفيف كده في شكله، حركاته خفيفه، فبقول له ايه يا عثمان يلا بينا عشان نصلي صلاه الفجر. يا سيدي الدنيا برد، ما تخلينا يا سيدي لما الشمس تطلع عشان الجو يبقى دافي. بس يا عثمان ده الصلاه لها توقيت، وربنا بيقول في كتابه العزيز حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الله أكبر، صدق الله العظيم. يلا بينا. الله سيدي، انا شايف اشي اسمر جنب السبيل. لا 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 لا، روح انت لوحدك، انا مش مستغنى عن نفسي، ده في عفريت هناك اهو. يا عثمان العفريت ما يطلعش للمؤمنين، لان ابليس اخذ على نفسه عهدا قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. صدق الله العظيم. انا هشوف مين اللي هناك ده. بسم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده؟ صبية. مالك يا صبية؟ قوم يا صبية انت. حكت له حلقة عرفها وقال لها يا سلام، طول لي جينا عندنا في امان وخير وسلام، القصر قصرك وانا من جملة الخدام، هتكوني دايما هنا في غاية الإكرام. وكتب كتابه عليها والشموع قادت والفرحة زادت وصبحت في رضا وسلام. ويرجع تاني لكلام لأبوها اللي جاي. مش الناس الحجاج قالوا لها إن أبوكي مات؟ اسمع وصلي على النبي اللي حصل. الشيخ مسعود لسه موجود عند الحبيب النبي، عارف بيقول له إيه؟ يا رسول الله ليا عندك بالتمام والكمال 13 سنة، الحجاج غدروا المدينة وأنا مرضتش أغادر المدينة، هروح وأسيب إزاي النور ده؟ أنا خلاص تشوقت إليك، وكفاني أن أنظر إلى روضتك في كل لحظة وأخرى. يا محمد لولا ما كان أرض لا ولا أفق ولا سماع ولا خلق ولا جيل ولا منازل فيها للهدى شجب ولا ديار بها للوحي تنزيل. ذو المعجزات التي ما استطاع أبرغة يغزو منازلها أبدا ولا الفيل. الله الله يا رسول الله، لكن أنا اليوم قلبي مشغول على الأولاد، 13 سنة ما شفتهمش، مش مشتاق لهم، لكن قلبي مشغول عليهم وقلب المؤمن دليله. هروح اطمئن واشوف الولاد ماشيين على عقدي وارجع اجيلك اقضي عندك بقيه العمر. وراح الشيخ مسعود. طبعا القصر كان شيء من علامه البلد، من معالم البلد، معروف البلد بايه؟ قصر الشيخ مسعود، ومعروفه ببلد الكريم. واذا بالشيخ مسعود اول ما يقابل واحد في البلد يتوه عن القصر، مكان القصر مش موجود، انهد القصر، اثار مكان القصر باينه طوب. فسال واحد من اهل البلد، مش دي بلد الكريم يا ابني؟ وكانوها باسمه، زي ما الشعراء يقولك ايه، جبان الكلب معدوم الفصيل. جبان الكلب معدوم الفصيل، من كتر بقى ما الضيوف عنده ليل ونهار الكلب مبقاش يهبهب. قال ديه ديه بخوت الدماغ، ده كل ده طالع وده رايح ده طالع، ما بقاش عارف يميز الضيف الغريب من القريب. فسكت، فتلاقيه على باب الدار كده ما يتكلمش ابدا، والفصيل اللي عنده كل ما لا مؤاخذه الجاموسه او البقره تيجي بحاجه بيدفع على طول، ما بيخليش عنده حاجه ابدا باقيه. ولذلك كنوا الكريم بكلمه جبان الكلب. كذلك كنوا البلد باسم الشيخ مسعود الكريم. سلفون
حاضر. الحكم دي حلوه. الله يكرمك. هنا بقى صاحبنا بقابله واحد بيقول له يا ابني ما شفتش، ما تعرفش، ما دي بلد الشيخ مسعود. قال له يا عم الشيخ مسعود هما راحوا، راح طيامه. راح فين يا ولدي؟ يخلد من ظهر العالم فاسد. يعني ايه؟ كان الراجل طيب بس اولاده طلعوا فاسدين، ضيعوا ثروتهم واتضايقوا على ثروه اختهم، والظهر اكلوها ولا طردوها، والله يا عمي ما نعرف حاجه. على كل البنت اختفت والاولاد ضيعوا المال وهربوا من البلد. الامر لك يا اله يا كريم حنان، يا مالك الملك يا عالم بكل مكان، يا اللي انت دايما مع المؤمن في كل مكان، شفت راضي رضيت عنه واكرمته، انت يا رب على عبدك كريم حنان. يا رب يا رب يا رب يا رب. ومشى الشيخ مسعود سواح في كل بلد شوية، من أجل من؟ بيدور في البلاد على بنت درة. وكان بالصدفة جنب القصر ماشي، وهو ماشي جنب القصر لفت نظره رخر منظر القصر، ماشي بقى بالصدف جه في البلد اللي فيها بنته اللي الراجل قابلها جنب السبيل وخدها، ولما حكت قصتها فاعتز بيها وتزوجها. يوم يحوم حوالين القصر، مين اللي يلمحه؟ زوج بنته، لا هو يعرفه ولا هو يعرفه. يا عم الشيخ انت يا حاجة اللي بتلف حوالين القصر، اتفضل تعال، انت باين عليك غريب. قال له غريب يا ابني، عابر السبيل. قال له تبقى انت ضيف الليلة. اكرمك الله يا ولدي، صدق رسول الله، الخير في وفي امتي الى يوم القيامة. يا سلام يا مسعود، القصر من جوه من بره كأنه قصرك. يكون الناس نقلوا القصر من بلدك جابوه هنا، ولا اقول لك يخلق من القصور 40. وقعد الشيخ مسعود يفكر في امر القصر. القصر ده زي قصره بالظبط. ونام الشيخ مسعود، وفي وقت الفجر بقى قام صاحبنا قومه قال له بتصلي يا مولانا؟ قال له امال يا ابني، يلا بينا. وبعد ما راحوا صلوا في المسجد بصوا لقوا ثلاثه بيقولوا لله يا محسنين، لله لله. ده ثلاثة جنب بعض بيقولوا لله. أنا حد مين يا ابني؟ ولا مين ولا مين؟ ما واحد روح هنا وواحد روح هنا. ثم إنكم بتشحتوا ليه؟ ده الواحد منكم أفاق يجر بابور حرك بحاله. يا راجل روح اسعى لحالك. وكل واحد قاعد بقى يقول له كلمة، وأقتربوا من الشيخ مسعود. لله. إيه؟ مين؟ حكيم؟ أمير؟ باقي بتشحتهم ليه؟ ليه؟ قالوا له نسينا عهدك، ولا مرة عملنا بيه والمال ورثناك، ولا جدنا في مرة بيه، وحتى مال أختنا درة طمعنا فيه وغدرنا بيه عشان كانت بتحسن بيه، وغرنا ملكنا لما انشغلنا بيه، ان غز حصن الكنى من كل اركانه، الملك راح مننا وصبحنا نحلم ولا مرة عملنا بيه
درسنا ولا قدنا في مرابي وحتى ما لختنا درة طمعنا فيه وغدرنا بيها عشان كانت بتحسن بي حصن الغنى من كل اركان والملك راح مننا وصبحنا نحلم بيه. واختكم دره راحت فين؟ ما نعرفها يا ابني، ما نعرفها راحت فين. فابتسم الراجل وقال له عم الشيخ مسعود بنتك دره عندي. عندك يا ابني بتعمل ايه؟ خدامه؟ استغفر الله العظيم. أمال عندك بأي وسيلة؟ قال له زوجتي على شريعة الله، يا صلاة النبي، في نفس القصر اللي أنا كنت فيه. قصرك؟ أيوة زوجتي أنا. مش معقول، يبقوا التلاتة دول لازم يجوا معانا يا ولد. ليه؟ عشان كنت دايما أقول لهم الكريم لا يضام، ما كانوش بيفكروا. تعالوا. قال له استنى بس. قال له نعم. قال له قبل ما تشوفها لازم امجد لك الطريق، لانها الزوجة الصالحة اللي نادر ما الاقي زوجة زيها فيها المواصفات التي تنطبق على الحديث النبوي الشريف: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله ورضوانه خير له من زوجة صالحة ان نظر اليها سرته، وان امرها اطاعته، وان اقسم عليها برته، وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله. صدق رسول الله. مين؟ حرما يا درة. صليت الفجر؟ الحمد لله، ان شاء الله اصليه انا وانت في الحرم. فبكى. الله، بقول لك في الحرم تبكي؟ قلت يمكن مشتاقة للرسول، يمكن افتكرت ابويا يوم ما كنت بودعه، ابويا الشيخ مسعود. على فكرة ده في واحد في المضيفة شكل ابوكي، من وصفك لابوكي بقول الراجل ده شكله. ما تيجي تشوفيه؟ ايه شكل ابويا؟ تعالي شوفيه كده. خايفة. طب بص كده ابوك ده خايفة. يا اخويا اللي بقول ابوك تقول لي خايفة. خايفة من ايه؟ خايفة اقول جواتك واحترت بالاتنين اطاوع القلب ولا امشي وراك يا عين. اصل الحقيقة قالت لي ده ما تبالو سنين. ان كان ده حلو خيال الصيبة يا عين، خلينا عش في الحقيقة وانسى اوهامي وخلص نصيبي كده وانا راضية بيه يا عين يا عين يا عين. الشيخ مسعود. ابويا الشيخ مسعود مات عند النبي. انا ابوكي بأمارة. أمارة ايه؟ ما كنت بقول لكم من خس مالي للمنو بكفين. ولما جدت غلحنا الحنت وراحت حنت وراحت والقبض حن وبكى ساعة ما راحت له ساعة ما راحت. لما جذب غلحنا حنت وراحت له حنت وراحت. والقبض حن وبكى ساعة ما راحت له
يلا بينا يا اولاد اطمئنين على اختكم ويلا بينا اياك تكونوا اتعصوا من الدرس القاسي ده. قال له رايح فين يا عم الشيخ مسعود؟ قال له ماشي يا ابني ابدا حياتي من جديد. الفقر مش عيب انما قلة الرجولة اللي تبقى عيب. يلا بينا. قال له استنى 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 ده فيك سر يا عم الشيخ مسعود عاوز اقوله لك. قال له ايه؟ قال له تعالى معايا. ما اقدرش اقول لك السر ده. قال له فوق سطح القصر بتاعه. قال له يلا بينا يا ابني. يا ابني ما تقول لي السر ما فيش حد معانا اهو. قال لي يا عم الشيخ ما ينفعش الا فوق سطح القصر. كسرت ركبي منك لله زي بعضه. هي ايه رايك؟ بص قدامك كده شايف ايه؟ بسم الله ما شاء الله. شايف جناين يا ابني مش عارف اجيب حدودي. طب بص من الناحيه دي الله اكبر الله اكبر. ومن الناحيه دي الله. ايه ده كله؟ بتفرجنا على الجناين دي ليه؟ وانا مالي وملا الحاجات دي. اللي عاوز اسالك الجناين ديت تفكر ملك كم واحد هنا؟ قال له دي زمام البلد بحالها. قال له لا ده ملك واحد بس. ملك واحد؟ قال له ايوه. قال له مين انت؟ قال له لا قال الله امال مين؟ قال له كل اللي شفته ده من مالك ويرد اليك واللي زرعته زمان عادت ثمار اليك. انا اللي جيت لك في يوم وشرحت حالي اللي جيت لك وانت عمال تدي اولادك الحديث وبغي ده هوت كان عاوز يطردني وقلت لك على حكايه الخمسين دينار فطبطبت عليا واديتني 100 دينار وبارك الله فيهم وكان منهم هذا الملك الواسع في ظرف سنين قليله. انا اللي جيت لك فيه بالمال يا واخي بالمال ده مالك ورد اليك يلي زرعت الخير وفتحت ابوابه دايما ثمار الخير بيحل لاصحابه. خليك تملي كريم وزكي من مالك ومهما كنت فين راح يوصل حالك دايما ثمار الخير بتعود لأصحابه دايما ثمار الخير بتعود لأصحابه. بعد استراحة شوية في وصلة تانية جاية والليلة حلوة غنية مليانة بالأنوار مليانة بالأنوار. يعني عن نغم الشرق الجميل عاوز تسميها يا
رايك ناس سميها حلوين هم بيسمعوا النغم الحلو.